طيب خلونا نروح نشوف لميا اللي انطوى الاول بيدوم عندها ولا ممكن العشره بتنسيه ولا. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك شادلي. صباح الخير عليك باسنت. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. اخبار الانطباع الاول ايه معاكي؟ هو الانطباع الاول مش دايما بيدوم، لان انا بخلطهم بشويه حاجات كده. بطاقه الشخص اللي قدامي بحسها، لو انا يعني اول ما بشوفك حتى لو ما بتكلمش برتاح لك او مش برتاح لك. كمان لغه الجسد مهمه جدا، يعني انا بذاكرها كويس قوي وقريت فيها كويس قوي، فلغه جسدك كمان انا بقراها مع انطباعي. يعني نادرا لما بيبقى انطباع عن الشخص بتبقى غلط، يعني نادرا، يعني طاقتك بتوصلني فبحس ان انت كويس فبتبقى كويس. يعني انت ماشيه وفق الدراسات وبس، انت ماشيه وفق الدراسات وانا اللي ماشي كده بالبركه. لا لا، انت لو قريت كويس قوي في علم في علم الطاقه ولغه الجسد هتلاقي ان دي حاجات حقيقيه بنسبه كبيره جدا على فكره. بتبقى في اخفاقات بعد كده بتتفاجئ وتتخض. صحيح. لكن تبقى فاهم كويس قوي وانت بتقابل الشخص اللي قدامك انه ثقافته مختلفه، مظهره ولغه جسده طريقته يعني حياته يعني بتفرضي حسن النيه. بفرضها دايما. حلو. الى ان يثبت العكس وبعدين افرضها تاني مره تانيه. يمكن حلو. ياخد فرصه تانيه.